هنا بعض الأسئلة سيدي. أولا، قد حصلنا الإجازة السند في العلم، والآن نرجو منكم الإجازة في القراءة المعينة، القراءة مثل خلاصة المدد أو شيء. الأذكار. الأذكار. ما حواه خلاصة المدد من أذكار لكم الإجازة فيه، كما نجيزكم في المحافظة على آية الكرسي وألم نشرح، والإخلاص ثلاثة والمعوذتين بعد كل صلاة وعند النوم وعند الدخول والخروج من البيت إلى البيت ومن الجامعة وإلى الجامعة.